مرحبا، أنا رانيا العبد الله من الأردن. لدينا جميعا مهمة عاجلة للإنجاز بحلول عام 2030، وأنتم تمتلكون القدرة لمساعدتنا في تحقيقها. مهمتنا هي مواجهة عدم المساواة في العالم، الحد من الفقر المدقع، المحافظة على بيئة مستدامة على كوكبنا. أدعوكم لمشاهدة هذا الفيلم لمعرفة كيف يمكنكم استخدام إمكانياتكم لمساعدتنا في تحقيق هذه الأهداف. معاً نستطيع إنجاز مهمتنا. شكراً لكم. من فضلك، مرحباً، ألديك دقيقة؟ المسألة هامة، نحن بحاجة إلى مساعدتك. تخيل أنك تسافر عبر الفضاء، تبحث عن كائنات أخرى عاقلة، واستمرت رحلتك مدة طويلة لأن الفضاء فسيح جداً جداً، ولقد رصدت بالفعل الملايين من الكواكب بلا حياة على الإطلاق. تقع عيناك عليه، كوكب الأرض، جزيرة صغيرة في الفضاء الرحب، بقعة صغيرة من الماء والصخور والتربة يغلفها غشاء رقيق من الهواء. قد تكون هناك حياة في مكان ما في الفضاء، ولكن هنا على كوكب الأرض الحياة في كل مكان. على الأرض، في الماء، في الهواء، نباتات وحشرات وطيور وأسماك وكافة أنواع الكائنات الحية، بعضها جميل وبعضها بصراحة غريب نوعاً ما، وبشر، الكثير من البشر مثلي ومثلك، وهم كما تعلم مخلوقات جميلة وعاقلة إلى حد معقول، ونحن كسائر الكائنات الحية على الأرض. تبدأ حياتنا ببذرة صغيرة، وفي ظل الظروف المناسبة ننمو وننضج، وللقيام بكل ذلك نحتاج جميعاً إلى المقومات الأساسية نفسها: المياه العذبة والهواء النقي والغذاء الصحي، ومن دون تلك الأشياء لا تستمر حياتنا طويلاً مهما كانت هواتفنا ذكية. والخبر السار هو أن الأرض تمتلك كميات من هذه الأشياء تكفينا جميعاً. أما الخبر السيء فهو أن لدينا بعض المشكلات التي تعترض سبيلنا. أولها هو تغير المناخ، فالطريقة التي نعيش بها على الأرض تدمر العناصر ذاتها التي نحتاجها لنعيش: الوقود الذي نحرقه بسبب الاختناق للغلاف الجوي، والمياه النظيفة الصالحة للشرب أوشكت على النفاذ. وليت الأمر توقف عند هذا الحد. المشكلة الثانية هي عدم المساواة، فبعض الناس لديهم ثروة تفوق احتياجاتهم بكثير، فيما لا تجد الغالبية ما يكفيها، وقد يؤدي ذلك إلى الفقر وهو ليس عدلاً. ملايين البشر لا يستطيعون الحصول على الدواء الذي ربما يقيهم من الأمراض أو يشفيهم إذا مرضوا. في بعض المناطق يشكو الأطفال من ضرورة الذهاب إلى المدرسة، بينما في مناطق أخرى لا يستطيع الملايين من الأطفال الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق. فهل هذا عدل؟ والمقصود هو ما دمنا نحن الذين تسببنا في هذه المشاكل فحتماً نستطيع حلها أيضاً إذا تعاوننا معاً جميعاً وأصبحنا أكثر ابتكاراً. دعني أوضح، إن فكرت في الأمر ستجد أن جميع الكائنات الحية لديها قوى هائلة، فالطيور يمكنها الطيران أما نحن فلا نستطيع، والكلاب يمكنها أن تشم رائحة الأشياء التي لا نستطيع شمها، ونباتات تستطيع امتصاص الغاز الذي لا يمكننا أن نتنفسه، لكن البشر لديهم القوى التي لا تملكها المخلوقات الأخرى. نحن المخلوقات الأكثر إبداعاً وابتكاراً على الإطلاق، ورؤوسنا مليئة بالأفكار كما أننا نجيد صنع الأشياء أيضاً، وبفضل هذه القوة استطعنا تغيير العالم بالفعل مراراً وتكراراً، وحللنا الآلاف من المشكلات، والآن يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى. ولحسن الحظ لدينا خطة، وهي خطة لا يمكن أن تنجح إلا بمساعدتك. هناك مؤسسة واحدة تمثل شعوب 193 دولة، وهي مكرسة للعمل على أن نظل نتمتع بالسلام ونتعاون معاً. ربما تكون قد سمعت بها، إنها الأمم المتحدة. ولقد أعلنت الأمم المتحدة مؤخراً الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي عبارة عن 17 هدفاً لحماية كوكب الأرض من تغير المناخ ولجعل العالم أكثر أماناً وأكثر عدلاً وأكثر إنصافاً. علينا تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030، أما الميزة التي نجنيها من وجود خطة فهي أنه يمكننا متابعة أدائنا على امتداد الطريق. 2030 ليس ببعيد، لذلك نحن بحاجة إلى تشجيع بعضنا البعض بالكثير من الأفكار. يمكننا أن نبدأ بنشر هذه الأهداف، لذا عليك أن تعرف ما هي وأن تخبر الجميع بها وتطلب من الجميع إبلاغ غيرهم بها،
وبعد ذلك فكر إن كان هناك شيء عملي يمكنك القيام به للمساعدة الفعلية، وهذا هو الجانب الممتع. إن لم نحضر الغذاء والماء والكهرباء، سيساعد ذلك في حماية الكوكب. إن دفعنا عن الأشخاص الذين لا يلقون معاملة عادلة واحترمنا حقوق الإنسان، سيحدث ذلك فرقاً. هناك 17 هدفاً، لذا ثمة الكثير من الطرق المختلفة التي يمكنك أن تساعد من خلالها. والأهم من كل ذلك، نحن بحاجة إلى أفكار جديدة وطرق جديدة لتسيير الأمور. سواء كنت صبياً أم فتاة، هذا لا يشكل فرقاً في حياتك اليومية. ماذا لو أننا وجدنا طرقاً جديدة لجعل المياه نظيفة وصالحة للشرب؟ ماذا لو استطعنا إعادة تدوير جميع نفاياتنا؟ وماذا أيضاً يمكننا أن نفعل في رأيك؟ نحن جميعاً نتشارك في كوكب الأرض، لدينا العديد من الثقافات المختلفة، ولكن ليس لدينا سوى كوكب واحد. فإذا اعتنينا ببعضنا البعض وتبادلنا ما ننتجه، فسنجد كل ما نحتاجه موجوداً لدينا هنا. لربما وجدنا كائنات عاقلة على كواكب أخرى في يوم من الأيام، ولكن حتى يأتي ذلك اليوم لنرى كيف سنكون عقلاء في تدبير أمورنا جميعاً هنا على هذا الكوكب، موطننا كوكب الأرض. هذا مجرد رأي.